بعد إذن حضراتكم نلتزم المقاعد علشان نبدأ فعاليات مؤتمرنا. نستأذن حضراتكم نقفل الموبايلات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنرحب بحضراتكم جميعا في النادي الأهلي. بنشكر السادة الزملاء الصحفيين والإعلاميين والمصورين اللي حرصوا ان يشاركونا النهاردة في واقعة المؤتمر الصحفي المنعقد في النادي الأهلي المقر الرئيسي بالجزيرة للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السيد بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي لمده موسمين قادمين. قبل ما نروح لوقائع مؤتمرنا بنعتذر للزملاء الافاضل اللي ما قدروش يدخلوا القاعه نظرا لضيق المساحه وكان في اجراءات احترازيه لازم نلتزم بيها. النقطه الثانيه الشكر كل الشكر للجهاز الفني السابق اللي ادى مهمته على الوجه الاكمل وبالتوفيق للسيد بيتسو موسيماني وجهازه علشان يحقق طموحات النادي الاهلي وجمهوره في المرحله اللي جايه ان شاء الله باذن الله. يعني نبدا وقائع مؤتمرنا بكلمه الكابتن محسن صالح رئيس لجنه التخطيط لكره القدم بالنادي. تفضل الكابتن محسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كده واضح؟ مش واضح؟ الصوت جائز. في البداية انتوا اصحاب بيت برحب بالكابتن موسيماني في النادي الاهلي العريق، واحب اقول ان احنا يعني تعبنا جدا. ده
اوكي 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 نظرا للظروف اللي مرينا بيها كنادي اهلي مع كابتن نبايلر واللبس اللي حصل، فكان لابد ان احنا نتحرك بسرعه على اساس انه كان في توقع انه الراجل مش عايز يكمل او بدا يوحي بانه مش هيكمل، بدات تصرفاته تقول ان هو مش هيكمل، وبالتالي احنا كنادي اهلي ما نقدرش ننتظر ل ما بعد قراره النهائي، خاصة أن التوقع أنه كان بيمهد للرحيل. وبالتالي اجتمعنا مع المشرف العام على الكرة كابتن محمود الخطيب وطلب مننا سرعة التحرك لوضع الحلول البديلة. طبعا انتوا عارفين كلكم يعني أن الوقت ضيق جدا، أيام وتبدأ بطولة أفريقيا الدور نصف النهائي، وبالتالي كان لابد من التحرك للحصول على مدرب مناسب لهذه المرحلة. وبالتالي تم تجميع العشرات من السير الذاتية للعشرات، سواء بمجهود اللجنة، سواء بمجهود مدير التعاقدات، سواء بمجهود المشرف العام على الكرة، سواء بمجهود الوكلاء، وبدأنا دراسة السير الذاتية لاختيار الأنسب منها لتولي تدريب النادي في هذه الفترة الحساسة جدا. لا أخفي سرا أنه كان في أسامي جيدة، وكان من أهم الشروط أنه يكون جاهز للعمل فورا مع النادي الأهلي، ما نقدرش نستنى لبداية موسم أو نستنى أسبوعين كمان أو 10 أيام وبعدين المدرب يجي يدخل على طول على بطولة أفريقية. وبالتالي يعني حاولنا قدر الإمكان أن احنا نستبق الزمن للحصول على المدرب المناسب في الفترة تمكنه من قراءة الموقف بسرعة وقيادة الفريق في هذه المرحلة. كان في مدربين أسامي كبيرة من مدرسة هولندية، من مدرسة ألمانية، من مدرسة تشيكية، من مدرسة الأرجنتينية، من مدرسة برازيلية. أيضا تطرقنا إلى الحلول البديلة، إذا لم نوفق في الحصول على المدرب المناسب في هذه الفترة من يقود الفريق في هذه المرحلة؟ فبدأنا دراسة الموقف بالنسبة لأبنائنا المدربين المصريين اللي ممكن يتحملوا المسؤولية في هذا التوقيت. الحمد لله كان عندنا كل الحلول. أهم شرط أنه اللي يجي يكون فورا يتولى المسؤولية. فكان عندنا فورا دي حوالي 10 فورا، يعني مجرد ما بنقول اسم النادي الأهلي بتدي لك موافقة على طول من مدربين كبار في العالم، يعني ما باخدش الموضوع منهم نص ساعة يدخل على الانترنت يشوف المعلومات عن النادي الأهلي يسأل يقول أنا موافق، تيجي أول الشهر أول 10 يقول لك أنا جاهز، وبالتالي بتدخل الامور الماليه مع كابتن امير يتفاوض فيها. ولا اخفي سرا ايضا ان احنا وصلنا لاتفاقات شبه نهائيه لعدد من المدربين، ولكن في النهايه حصرنا العدد في حوالي 5 أو 6 اسماء، كان من بينهم موسيمان. لفت نظرنا انه شيء مهم جدا انك تجيب مدرب يكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي، يعرف يعني ايه بطولة افريقية، يعرف يعني ايه نادي الاهلي، يعرف يعني ايه دور نصف نهائي. فالاسامي اللي هي تم غربلتها في النهاية بعيدة عن هذه النقطة، ليس لديها اي خبرة في البطولة الافريقية او المشوار الافريقي او مع الاندية الافريقية. وبالتالي بدأنا نتوغل في السي في او السيرة الذاتية بتاع موسيماني. وجدنا الاتي: لاعب دولي سابق، مدرب ناشئين، اشتغل مساعد مع اكبر مدربين العالميين خاصه كارلوس البرتو بييرا في المدرب البرازيلي وغيره، مدربين المان وغيره في هولندا وغيره في بلجيكا. فاكتشفنا انه هذا الشخص مدرب افريقي بعقليه اوروبيه، دارس كل كره القدم في اوروبا، عاشر مدربين
درس مدربين، كابتن شطة حتى في الاتحاد الافريقي يتذكر انه هو حضر دورات تدريبية، وكابتن شطة منحه شهادات تدريبية والاي والبي والسي وكل الشهادات المطلوبة. تاريخه كمدرب ناصع البياض، احنا عايزين مدرب افريقي عشان يجيب لنا بطولة افريقية. الراجل ده جاب بطولة افريقية ووصل كأس العالم للاندية. طب ايه بعد كأس العالم للاندية عشان نطلب؟ مفيش. وبالتالي بدأنا يعني لا ده في حاجة جامدة هنا. افريقي، وايه المشكلة لما يكون افريقي؟ كرة القدم لا تعرف جنسية. في فرنسا ابطال العالم بتجد مدربين اجانب، في انجلترا مدربين اجانب، في البرازيل مدربين اجانب. وبالتالي بدأنا نقتنع بالفكرة، هي جديدة ما حصلتش قبل كده انه يكون في مصر مدرب افريقي. وهذا ليس تقليل من المدربين المصريين، كان في اسامي ستاند باي جاهزه وقادره على انها تتحمل المسؤوليه، لكن الوقت كان بالنسبه لها ضيق، بالاضافه الى انه بعضهم كان المرشحين كان مرتبط بعقود مع الانديه بتاعته. فالاتجاه كله خاصه بعد كابتن محمود عمل اتصال استفسار جس نبض، فوجد انه الراجل مرحب بدرجة يعني ترحيب عالي جدا 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 يفوق التصور، قد يكون حلم، كان بيحلم انه هو يدرب نادي الاهلي. وبالتالي كابتن محمود بدأ يمشي في الخطوط الرسمية، خد موافقته وقال له طيب انت مرتبط مع عقد يهمني جدا انه النادي بتاعك رئيس النادي مجلس الإدارة يكون موافقين على انك تيجي وتعتذر وتيجي النادي الأهلي. احنا مش من الأندية اللي بتخطف مدربين من أندية تانية. وبالتالي كانت موافقة النادي شرط أساسي للتعاقد معه. حصل على الموافقة، كابتن خطيب كلم رئيس النادي، رئيس النادي اداله الموافقة، وبالتالي الموضوع تبلور وبدأ يخش في مرحلة التفاوض المادي. ما اعتقدش خدت وقت كتير من كابتن امير وكابتن موسيماني، اتفقوا بسرعه على الامور الماليه وبنود العقد وما الى ذلك. وبالتالي يعني اعتقد ان احنا مقتنعين تماما بالفكره، مؤمنين تماما بانه ده الراجل المناسب لهذه المرحله. وكمان اعتقد ان احنا محظوظين ان احنا نلاقي واحد في الشروط دي قبل المسابقه دي، مش هتلاقيها في اي مدرب في العالم. ما فيش اي مدرب حتى في مصر، ما فيش مدرب مصري خاض التجربه دي عشان نقول يعني نقدر ان احنا نديله هذه المسؤوليه. فتاريخه يعني مش هقول اجبرنا، ولكن اقنعنا ان هو ده الاختيار الامثل. وبالتالي دي كانت الحدوتة اللي مشى فيها التفاوض خلال 10 أيام أو خلال أسبوعين احنا في هذا المشوار. والحمد لله احنا يعني أنهينا بالسرعة المطلوبة، والحمد لله إن هو جاء في التوقيت المناسب، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله مع الفريق بقيادة الجهاز كابتن سيد عبد الحفيظ، مع كابتن سامي إمصان المدرب المصري الأهلاوي الأمين، عينيه اللي هيشوف بيها في الفترة اللي جاية، وودانه اللي هيسمع بيها مع كابتن سيد. هو محتاج مساعدة طبعا عشان يعرفه، وإن كان هو ملم أيضا بفريق النادي الأهلي، كان لعبه قريب ودرسه، يعرف أسماء اللاعبين، يعرف شكل اللاعبين، يعرف شخصية اللاعبين، يعرف مستوى اللاعبين. فكل الأمور دي هتسهل له ان هو يبدا ويضع بصماته سريعا، وان شاء الله يكون موفق. لاحظت عليه حاجه انه يعني جاء الفجر او الصبح بدري، اجتماعات مع رئيس النادي، مع المشرف على الكوره، مع لجنه التخطيط، مع اللاعبين، وفي الملعب. اتفاجئت بيه في الملعب امبارح. كل ده عمله في 24 ساعة وأقل من 24 ساعة، بينم عن أنه الراجل عنده الحماس وعنده الاستعداد وعنده الرغبة الشديدة أنه هو يشتغل. ونتمنى له إن شاء الله
التوفيق ولفريق النادي الأهلي التوفيق إن شاء الله في المرحلة القادمة. شكرا. شكرا كابتن محسن صالح. بالتأكيد مدرب مناسب في التوقيت المناسب، مدرب يعرف طريق البطولة. كابتن سعد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتأكيد له كلمة وتعقيب، يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا مش هطول، يمكن اللي جاي كله عايز يسمع المدير الفني موسيماني بالتأكيد، فمش عايز أطول. برحب بالموجودين كلهم، الحضور كلهم، لكن زي ما أكد كابتن محسن صالح وذكر إن خطوات بتتبع خطوات في الإدارة الفنية للنادي الأهلي، لكن اللي عايز أقوله بس في أقل من دقيقتين، يعني طالما اسمك بيرتبط بالنادي الأهلي أو سواء كان لعيبة أو أجهزة أو مسؤولين، فأنت كل يوم عندك تحدي جديد، تحدي جديد من نوع ممكن يبقى محلي، تحدي جديد من ممكن يبقى أفريقي، تحدي جديد بالنسبة للمسؤوليات، تحدي جديد بالنسبة للأفكار. يعني اللي بيرتبط اسمه بالنادي الأهلي ما ينفعش يبص لصغائر الأمور يعني. فعندنا مشوار ان شاء الله الرحمن هنبداه مع مدير فني جديد، عندنا رواص او اشياء ثابته في النادي الاهلي من الثوابت اللي على مدار التاريخ. المدير الفني بتحاول ان انت تهيئ له كل الامور، بجهازه المعاون بالتاكيد بتحاول ان انت تهيئ له كل الامور، دي شغلتك الاساسيه على المستوى الاداري يعني، تهيئ له كل الامور اللي ممكن تساعده في النجاح. هتنجح ان شاء الله الرحمن، وباذن الله باذن الله ان شاء الله الرحمن تبقى البطوله بتاع افريقيا تبقى التاسعة علينا ان شاء الله الرحمن، ونحققها باذن الله بيكو بالجهاز الفني. هسيب طبعا كل الاسئله اللي انتم عايزين تسالوها طبعا للراجل، وده الاهم في اللقاء ده. شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله الرحمن. شكرا كابتن سالم حفيظ. بالتاكيد حضراتكم جميعا متشوقين تسمعوا السيد بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. مستر بيتسو تفضل. السلام عليكم. I just want to thank Captain Saleh here as the head of the board. But first, above the board, I must thank Captain Bibo. They have entrusted me with opportunity to lead and carry the team of the century, and I know how big is this job. أولاً أحب أشكر كابتن محسن صالح رئيس لجنة كرة القدم، وقبل منه بحب أشكر كابتن أحب في الأول أشكر كابتن محسن صالح رئيس لجنة كرة القدم، وقبل منه أحب أشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على ثقتهم اللي حطوها فيا عشان أدرب نادي الأهلي نادي القرن الأفريقي. I come here with a practical experience of having played against Ali 4 times, 2 times in Cairo, 2 times in South Africa. انا يعني جاي هنا بخبرات ان انا لعبت مع النادي الاهلي مرتين مع النادي الاهلي ومرتين مع منتخب جنوب افريقيا ضد منتخب مصر. And I had a practical experience of Ali as a big club, I mean the club of the century in the continent, and I've seen how big they are outside South Africa, outside Cairo and inside Egypt. وانا عارف نادي الاهلي نادي كبير، خبراتي النادي الاهلي نادي كبير، وشفته بيلعب ازاي جوه مصر وخارج مصر وهو بيلعب معانا في جنوب افريقيا. Of course I can see familiar faces here that I've interacted with before amongst the journalists. قابلت طبعا، انا شايف هنا قدامي وجوه انا يعني معتاد اني اشوفها شفتها قبل كده من الزملاء الصحفيين الموجودين قاعدين. And you have treated me very well with respect, and I gave you the same respect back. تتعاملوا معايا باحترام كبير، وانا برضو برد لكم احترام متبادل بيني وبينكم كصحفيين. Of course, it was not easy for me to come
to Ali and leave Mamelodi Sundowns that I have so much respect for my team, and I've spent 8 years with Mamelodi Sundowns, and it's not easy just to move away from a team that you spent 8 years with. طبعا ما كانش سهل بالنسبه لي ابدا ان اجي هنا القاهره اماره النادي الاهلي واسيب نادي سان داونز مامونيدا سان داونز في جنوب افريقيا، نادي مقرب جدا الى نفسي ومرنته 8 سنوات، فكان صعب جدا ان اسيبه بعد 8 سنين واجي اسافر واجي مصر عشان امرن النادي الاهلي. I think that shows how big Ali is. طبعا حاجه زي كده بتبين قد ايه قيمه النادي الاهلي، قد ايه النادي الاهلي بيمثلني. And Ali is respected in the continent and is respected in South Africa. النادي الاهلي بيحظى باحترام كبير في القاره الافريقيه وفي جنوب افريقيا على الاخص. I was just reading the message which was which came out in the media from the government, from the president of my country, wishing me luck to come here. أنا طبعا وجودي هنا بيعكس إن الرسالة بتاعت رئيس الجمهورية جنوب أفريقيا بالعلاقات الطيبة بين جنوب أفريقيا وبين مصر. And I also have, I think you have read the correspondence of the president of Mamelodi Sundowns also wishing me luck to come here. وطبعا بيبين برضه بوصل لكم يعني رساله رئيس مامونيدي سان داونز اللي هو كان سعيد ان اجي هنا وسابني اسيب النادي واجي عشان ادرب النادي الاهلي واجي مصر. And the Mamelodi Sundowns supporters they came to the airport to wish me luck and they sang for me to come here. وجماهير مامونيدي سان داونز اصطحبوني لغايه المطار واتمنوا لي حظ سعيد وكانوا سعداء ان انا جاي ادرب النادي الاهلي. Normally you should find the supporters angry that you are leaving them. عادة المفروض في موقف زي ده بتكون الجماهير زعلانة ومنفعلة ان انت هتسيبهم وتروح ايه تاني. Especially after the success we had this year, because this season that just finished was one of the biggest seasons because we won the 3 trophies in South Africa. خاصة بعد موسم استثنائي حققناه السنة دي، لأن السنة دي حققنا موسم استثنائي وكسبنا 3 ألقاب البطولات المحلية في جنوب افريقيا مع مامونيدي سان داونز. So whilst we are celebrating, I was leaving, which is not a very good thing. ولقيتهم بيحتفلوا برحيلي، طبعا دي ما كانتش حاجه كويسه بالنسبه لهم ان اسيبهم وامشي يعني. But there's a positive side. I'm coming to Ali. It's a big club. وطبعا الجزء الايجابي ان انا جاي ادرب نادي كبير زي النادي الاهلي. I'm humbled to be here. I was listening to how Captain Saleh was speaking. About my CV and why they chose me to be the coach of Ali amongst all the other big names from all the parts of the world. أنا سعيد جدا موجود هنا، كنت سعيد جدا وأنا بسمع كابتن محسن صالح وهو بيتكلم دلوقتي وبيقول إزاي النادي الأهلي وقع اختياره عليا بالرغم إن كان في أسماء كبيرة مرشحة من مدربين من العالم كله. That is why I'm not taking it for granted where I am. I know where I am. طبعا لذلك انا مش محتاج حد يشرح لي انا فين، انا عارف انا فين كويس جدا. And I know the responsibilities of my work here. ما انا عارف المسؤوليه الكبيره اللي عليا بشغلي هنا في النادي الاهلي. I know the pressures and the stresses. وانا عارف الضغوط وعارف الضغوط اللي هتبقى على عاتقي الفتره الجايه. Because it's not the first time I'm in Egypt. I've seen the pressures of playing CAF Champions League. With Zamalek, and I've seen the pressures with Ali also, and I've seen the pressures. I see Captain Saeed there on the other side. There, I remember him as from the national team of Egypt, and interacting with him when I was the coach of Bafana Bafana. وانا عارف الضغوط اللي بتبقى موجوده على الفرق المصريه بتلعب في بطوله افريقيا في رابطه الابطال الافريقيه. انا لعبت قدام الزمالك وقدام الاهلي ولمست الضغوط دي، واعرف كابتن سمير عادل الموجود هنا لما كنت بمرن منتخب البافانا بافانا بافانا منتخب جنوب افريقيا ولعبنا قدام منتخب مصر، وانا تجمعني بيه صداقه يعني. So I know the expectations, I know the pressures, but I'm a football coach. I'm trained to deal with the pressures, and you can't come to Ali
even at Mamelodi Sundowns, there's pressure to win because Mamelodi Sundowns always wins like Ali. So if you won the league last year, it doesn't matter. We won it last year. We have to win it again this year. We won it the year before. We have to win it again. So we have won 10 titles now of the league, but there's still pressure. So pressure is everywhere in big clubs. بيقول طبعا انا عارف الضغوط اللي هتبقى موجوده عشان نكسب المكسب ده مطلب جماهيري عشان نادي كبير اي نادي كبير وانا كنت في نادي سان داونز نادي كبير برضو كسبنا الدوري 10 مرات بس الجماهير برضو محتاجه الفوز بتنتظر منك الفوز فقط ودايما عليك ضغوطات فانا متعود على الضغوطات دي من وقت ما كنت شغال مع جنوب افريقيا في جنوب افريقيا مع سان داونز مع ميلودي. So I have the back, my back supported by the board which is led by Captain Bibo, a legend in football also. انا عارف ان بيساندوني في ظهري على طول مجلس الاداره اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب بيبو. I have the support of the management inside the team. وعندي دعم سعيد ده دعم الجهاز الاداري للفريق بقياده كابتن سيد عبد الحفيظ. And I have my brother here who has been doing everything and making sure that everything is right for me to come. في اخويا هنا كابتن امير توفيق موجود معايا وعمل وفر لي كل حاجه عشان يبقى وجودي هنا موجود هنا في مصر بسهوله واشتغل على كل التفاصيل عشان يخلص التعاقد معايا. Amir is like a friend to me now. امير دلوقتي بعتبره صديق ليا. And I have the coaches, I have coach Sammy here, I've got assistant coach here. So, and as I said, I have Saeed also. So one day, I can also name the people around me without even reading things. It means there's a very good, strong and bond connection. وطبعا في معايا كابتن سامي قمصان طبعا المدرب مساعد معايا وكابتن ميكيل ياكوني المدرب حراس المرمى وكابتن سيد ابو حفيظ المصريين الموجودين في الجهاز انا مش هقدر اقول الاسماء كلها الاسماء الناس اللي معايا اللي جنبي بيدعموني في الجهاز وفي النادي الاهلي. And I received such a warm welcome from the players but the players know me and I know them. ولقيت ترحاب كبير في استقبال اللعيبه ليا امبارح بس اللعيبه هم عارفيني طبعا لان اكيد تقبلنا في المباريات. Because we always speak with the players for the last two years. We talk in the corridors, we talk on the flight, we talk at the airport. So we know each other. So it's one family. I'm not new in the Ali home, but I am new in the buildings. I am new to meet you as the media with Ali. But I'm not new in Cairo. I'm not new in Egypt. طبعا لان اللعيبه والاجهزه احنا بنتقابل اصلا بنتقابل في المطارات في الماتشات بنتكلم فاحنا عارفين بعض انا مش جديد على النادي انا جديد يمكن جوه المبنى جوه مبنى النادي الاهلي بس انا اعرف النادي كويس انا يمكن جديد عليكم بس كاعلام اقعد معاكم في مؤتمر صحفي واتكلم معاكم لكن انا عارف النادي والنادي عارفني واللاعبين عارفيني كويس. I've got Captain Shatta here who was my educator in CAF. كابتن شطة هو المعلم بتاعي في الكاف. I've got Captain Shahata, who is, I call him my friend, but I can also say my dad, who I communicate with. I'm with him in the courses in Morocco, and he's a legend. I remember him winning all the trophies for the Egyptian national team. He's a big legend. وكابتن حسن شحاتة ممكن أقول عليه صديقي بس بعتبره والدي اللي بتعلم منه أنا قابلته في المغرب كنا في دوره مع بعض وانا بعتبر هو اسطوره حقق ثلاث القاب قبل كده افريقيا. And I had you, I've never had any different opinion about you. You've supported me ever since I come to Egypt. So I'm complete now. So I'm happy. And the only people that they need to be made happy are the most important people, the public of Ali, the supporters. And those ones, the only way you can make them happy is to win the games, nothing else. وفي برضو انتوا كصحفيين موجودين معايا وانا ما عنديش اي شك ان انتوا معايا فانا سعيد جدا ما ينقصنيش حاجه انا الصوره بالنسبه لي متكامله تماما الحاجه الوحيده بس اللي ناقصه هو جماهير النادي الاهلي اللي هم منتظرين ان انا اسعدهم وسعاده الجماهير بتيجي من حاجه واحده بس الانتصارات. And I forgot to name the board member who was Yes, Mr. Zakaria. Yes, thank you. Also made sure that I feel good yesterday when I met the president, and thank you very much. Shukran. So I've got everybody on board. So we should start the business. Thank you. Shukran. Shukran.
كل الشكر للسيد بيتسو موسيماني. المسؤولية كبيرة، طموحات النادي الأهلي وجماهيره لا تتوقف. احنا دلوقتي مع فقرة الأسئلة، أي حد من الزملاء الأفاضل عندي سؤال يتفضل يبعته. سؤال للسيد بيتسو موسيماني. دكتور عمرو. سؤال للسيد بيتسو موسيماني بيقول: هل كانت هناك صعوبات في التفاوض بسبب ارتباطك مع نادي سان داونز؟ Yeah, of course, it's not very easy to move from the team that we have had so much success. We have won 11 trophies in 7 years. طبعا ما كانش سهل جدا ان انا اسيب النادي وارحى النادي اللي حققت معاه انجازات كبيره وحققت 11 لقب في 7 سنوات. We have won 10 titles. The team has won 10 titles, the league titles. It's a big milestone. 10 بطولات دوري النادي دي حاجه كبيره جدا بالنسبه لسيره النادي والسيره الذاتيه بتاعت النادي. We have won 5 cups. It's a big milestone. وخمس كؤوس محليه دي حاجه كبيره برضو. We have won the Champions League, CAF Champions League. It's a big one. وكسبنا رابطه الابطال الافريقيه. We have won the CAF Super Cup. It's a big one. ولعبنا كاس وكسبنا كاس السوبر الافريقي ودي برضه حاجه كبيره. And we went to the club world cup in Japan. وشاركنا في كاس العالم للانديه في اليابان. To represent CAF. مصر الكاف مصر الافريقي يعني فيها. So to answer you in short answer, yes, was not easy. عشان ارد عليك بايجاز فعلا ما كانش سهل. To leave the team, but it's the right thing that I don't regret doing it and I'm happy to be here. فعلا ما كانش حاجة سهلة إني أجي، بس أنا مش متضايق، أنا مش ندمان، أنا جيت وأنا سعيد إني موجود هنا. السؤال اللي بعده برضو مستر موسيماني، هل بتتابع الدوري المصري وإيه رأيك في أجواء المنافسة في الدوري؟ Well, I don't follow the Egyptian league every week because in South Africa we don't have a modem, we don't have like Beam Sports or On Sport to see the games live. Of course, we only see the games of Champions League, and we see the games when Ali plays international games, like when they play the Super Cup, or that's when we see it. But I know Ali because I see on CAF Champions League. But week in, week out, I don't know. وللاسف طبعا انا مش متابع بشكل اسبوعي او بشكل دوري للماتشات البطوله المصريه الدوري المصري، عشان احنا ما عندناش مودم في جنوب افريقيا بينقل لنا قنوات زي اون سبورت وزي قنوات ثانيه اللي بتنقل الماتشات. لكن انا بتابع طبعا الفرق المصريه زي النادي الاهلي وهي بتلعب رابطه الابطال الافريقيه او البطولات الافريقيه وبتلعب السوبر الافريقي، بشوفهم وهم بيلعبوا بره. لكن للاسف ما عنديش متابعه، ماليش متابعه للدوري المصري بشكل اسبوعي. But I know that South African League is a very strong league in Africa. I can easily say it's a top 3 or top 4 in the continent, amongst the top 4, South African League. But of course, Egyptian League will be one of amongst the top 4, of course. أنا بس أؤكد لكم إن الدوري المحلي في جنوب أفريقيا واحد من أقوى الدوريات، يمكن من أقوى 4 أو 5 دوريات في أفريقيا، وأنا برضو متأكد إن الدوري المصري من أقوى 4 دوريات في أفريقيا هو كمان. Yeah, thank you. كنت حريص بعد مجيئك مباشرة على الاجتماع مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، عايزين نعرف من حضرتك أبرز مدار في هذه الجلسة. Yeah, Captain Bibo and the board, obviously first was to welcome me and to give me confidence that they trust me to do the job that they've given me. كابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس قابلوني ورحبوا بيا وادوني ثقه كبيره وقالوا هم عندهم ثقه كبيره فيا ان اقدر ادي دوري مع النادي الاهلي على اكمل وجه. And he was also making me aware of how the team is, how big the team is, how are the structures in the team and how to move on inside the team. So he gave me responsibilities and he was merely guiding me and giving me a direction of who is doing what. What are my responsibilities? Who are the people to support me? So he was giving me like housekeeping. هو يعني هو عرفوني برضو الفريق ازاي بيدار وايه التكوين الجهاز بتاعه والادوار وكل واحد بيعمل ايه ومين هيبقى المحيطين بيا في الجهاز، زي بدوني زي معلومات عن الفريق عشان ابقى عارف داخل على ايه.
And more importantly, how big Ali is. وانا مش محتاج اعرف قد ايه النادي الاهلي نادي عظيم ونادي كبير. And expectations also. والمنتظر مني كمان، التوقعات المنتظره مني عشان احققها مع النادي الاهلي. زميل اخر تطرق للناحيه الفنيه وبيسال حضرتك، النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت بيلعب بطريقه 4-2-3-1، هل هناك نيه لتغيير هذه الطريقه ولا انت حضرتك شايف ان الوقت ضيق؟ I don't know, maybe it's a coincidence because Mamelodi Sundowns play the same way. يمكن بالباب المصادفه ان انا كنت بلعب مع ماميلودي سانداونز بنفس الطريقه. But I'm not saying we will only be subjected to that if there is a demand and a big demand to accommodate important players, we can change the formation a little bit. يعني مش اكيد ان هيفضل نلعب 4-2-3-1، ممكن لو قدام في حاجه ماسه ان احنا يعني ندعم الفريق ببعض اللاعبين ممكن نبقى نغير طريقه اللعب مستقبلا. Because I saw Ali playing Zamalek, they played 4-3-3, they played with Dieng, they played with Sulaia and number 8 Amdi Fati in the three midfield. So I watch from a distance. So I know they've changed the shape also and I've seen that it was also good and they can adjust to that shape. So at the moment we will stay on the two shapes that Ali have used and we'll fine tune it. What's important is to find the shape that has brought Ali to the semi-finals of CAF Champions League because it has been good. And if that is the shape that made Ali to win the league with so many games left, it means it's good. So why do you want to change a good thing? بتكلم على 4-2-3-1، بيقول انا شفت برضو ماتش الاهلي متعود يلعب بيها، بس كان في برضو يعني كان في مرونه شويه في خطه اللعب. شفت ماتش الاهلي والزمالك، الاهلي لعب 4-3-3، كان في ثلاثه وسط الملعب بيلعبوا، كان ديانج والسولية وحمدي فتحي في وسط الثلاثه وسط الملعب. فالاثنين وانا شايف طريقه اللعب بتاعت الاهلي نجح يحقق بيها بطوله الدوري بعدد ماتشات كبيره لعبها وكسبها وكسب الدوري ووصل دور قبل النهائي لبطوله افريقيا، فليه اغيرها؟ دلوقتي يقول هو في مرونة عن طريقتين لعب، ممكن يعني يلعب بالاثنين لغاية لما يشوف بعد كده ممكن يحصل ايه في المستقبل، لكن في الوقت الحالي ما بيفكرش يغير طريقة اللعب. نشرت بعض الصحف والمواقع ان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان طلب منك الحصول على موافقة رئيس نادي سان داونز قبل اتمام التعاقد حرصا على العلاقة الطيبة والوطيدة بين النادي الاهلي ونادي مولودي سان داونز. تعليقك على هذا الكلام؟ It is very important that to make sure that the two big clubs have a very good mutual respect moving on. وطبعا مهم جدا ان ناديين كبار زي النادي الاهلي والنادي مولودي سان داونز يحافظوا على علاقات الاحترام المتبادله ما بينهم. And Captain Bibo has highlighted that and the board that it is important that Ali has a good name inside and outside. So it's important that we respect Mamelodi Sundowns and we have spoken to the president of Mamelodi Sundowns. I think you have read it on the newspapers where he wishes me all the luck to come to Ali. It's all in the media, it's all on social media, it's everywhere. So that has been addressed. طبعا وكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره اظهروا يعني بينوا الاحترام المتبادل اللي بتعاملهم واتصالهم بالرئيس النادي سان داونز عشان ياخدوا موافقته، ودي حاجه كويسه بتبين قد ايه النادي الاهلي نادي كبير وعظيم وعنده مبادئ. رئيس نادي سان داونز رحب، ما كانش عنده اي مشكله، واتمنى لي حظ سعيد ان انا اجي اماره في النادي الاهلي، وانتوا اعتقد قريتوا كلكم ده في الاعلام وشفتوه على التواصل الاجتماعي. زميل اخر بيسال حضرتك، بيقول لك المباريات المتبقيه من الدوري لم تعد مؤثره في فوز الاهلي ببطوله الدوري، هل تفكر في راحه بعض اللاعبين الاساسيين استعدادا للدور قبل النهائي في دوري الابطال؟ Yeah, I'm not in a comfortable position like the coach who was here. انا يعني الوضع بتاعي مش زي المدرب قبل مني، ما عنديش الرفاهيه اللي كانت عنده قبل كده. Because I don't have the history of how we won the league. انا ما عنديش مش عارف ازاي كسبنا الدوري، الماتشات كانت ماشيه ازاي. But I rely on coach Sammy, Saeed is here. I rely on them to make me aware and show me what won the league,
what brought Ali to the semi-final of Champions League, and that's the most important thing that I have to respect and listen to. طبعا بس طبعا هعتمد على كابتن سامي قمصان وعلى افراد الجهاز اللي كانوا موجودين قبل ما انا اجي عشان يعرفوني الماتشات اللي قبل كده كانت ماشيه ازاي والامور بتمشي ازاي جوه النادي وازاي وصلوا للدور ده وطبعا هيفيدوني بعد كده اذا كنت اريح لعيبه او لا هم رايهم هيكون مفيد بالنسبه لي. So I don't have enough time here. So I'm not here to make changes. I don't have enough time. I'm here to keep the momentum because it's very important. The short term objective, the focus is if it's the Champions League. So we will use the three games that we have before the Champions League to have for me to have an idea and also to build up to the Champions League. So we need to the semi-final. So we're using the games as a stepping stone to build up. It's important. طبعا انا ما عنديش رفاهيه الوقت انا جاي وقت ضيق جدا وانا عندي خطه قصيره المدى بتاعتي اللي اعملها مع النادي ان انا نحصل على بطوله افريقيا فانا الثلاث ماتشات اللي فاضلين لي احاول ابني واخد فكره عن اللاعبين اللي ممكن اشاركهم في ماتش الوداع في دور قبل النهائي فالثلاث ماتشات دول هعتبرهم زي تجربه بالنسبه لي او مع اختبار لاعبين عشان اعرف ازاي هلعب وطريقه اللعب واللاعبين اللي هلعب بيهم قدام الوداع. So the way we're gonna play is the foundation is the objective is to build up to the CAF Champions League semi final is not to experiment or just to bring people from everywhere players from everywhere because you want to give them a chance to play. We must never forget the momentum. طب يرجع النقطه السؤال الاولاني بيقول طبعا يعني برجع للنقطه الاولانيه حكايه ان هختبر لاعبين الوقت مش كبير قوي ان انا اجرب الفتره دي هجرب اللاعبين طريقه اللعب اللي هلعب بيها في ماتش الوداد ما عنديش رفاهيه ان اجيب لعيبه من بره واجربهم او لعيبه ما كانتش بتلعب قبل كده واديهم فرصه دلوقتي اللعيبه اللي هبتدي اشتغل معاهم طريقه اللعب هي الطريقه اللي احاول اجهزها عشان العب بيها في ماتش الوداد في دور قبل النهائي احنا دلوقتي بنشتغل على اللحظه اللي احنا فيها على الوقت اللي احنا فيه. سيد موسيماني ترتبط بعلاقه طيبه مع جماهير الاهلي كان هناك تاييد كبير ليك على السوشيال ميديا بمجرد اعلان النادي الاهلي عن التعاقد ايه تعليقك على هذا الكلام ورسالتك لجماهير النادي الاهلي قبل توليك المهمه؟ There's only one principle with the football fans and supporters. في مبدا واحد بس بالنسبه للجماهير والداعمين في كره القدم. You have to win the cups and you have to win important cups. That's all. هو بالنسبه لهم طبعا لازم نكسب الكاس افريقيا لازم نكسب كل الكؤوس نكسب كل الالقاب اللي هنلعب عليها. And they don't want nothing. They just want to be happy. They just want their wins. They want to see their trophies. They're not asking for anything. So we will try our best to give them that. وطبعا ما فيش حاجه هتسعدهم غير ان نحقق القاب ودي الطريقه الوحيده اللي ممكن نسعد بيها الجماهير فاحنا هنبذل قصارى جهودنا نحقق ده. سؤال تاني بيقول لحضرتك هل هتكون مسؤول عن إدارة مباراة الأهلي بناء على الاتفاق بينك وبين الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط على الكرة؟ Yeah, yes, I'm the head coach. I've been brought here to drive. So I'm driving already. No excuse. I'm here. That's my job. I use the game tomorrow as an experience to know the team well. انا مدير الفني المفروض اقود بقى المسؤوليه الفنيه وبدات اقود بالفعل خلاص انا هستخدم يعني هستغل المباراه بكره عشان اعرف الفريق ماشي ازاي. And I've got Sammy here. No problem. انا موجود هنا فما فيش مشكله خالص ممكن ابتدي اشتغل. فريق الاهلي بيخوض مباراه كل ثلاث ايام والبعض شايف ان ممكن ده ياثر على اللعيبه قبل مواجهه الوداد المغربي. رايك ايه؟ No, where I come from, Mamelodi Sundowns, we play 58 games, 59 games in 1 year. We travel the same way. We play every 3 days with Mamelodi Sundowns. So Ali is playing the same program. So I know about the program. So we're okay. أنا جاي من مواليد سان داونز هناك في الدوري الجنوب الأفريقي لعبنا 58 أو 59 مباراة في موسم واحد تقريبا كنا زيكم بنلعب كل ثلاث أيام مباراة فأنا جاي من نفس الثقافة من نفس التفكير فأنا عارف البرنامج شكله إيه ما كان برنامج فيه كثافة مباريات أنا عارف إزاي أتعامل معاه فمفيش مشكلة. الأهلي يملك أكثر من 10 لاعبين معارين خارج النادي هل هتحدد موقفك منهم إمتى؟ Yeah, I rely on the people around me. I rely on Sammy. I rely on Saeed. I also listen to important people in the club. So I can't comment about players that I don't know and I haven't seen. It's very
unfair for me to speak about a player who's outside that I haven't seen. I think the only player that I know is outside that I know is the striker, the Moroccan. What's his name? Walid Azharo. I know Walid Azharo because he played for Ali when I was here. So that's the only player I think I have an idea about. I know who he is, and I can look at Walid, I can look at Marwan, I can look at Baji, so I can make a decision. I know the three players, so I'm aware what's happening. بيقول في حاجه زي كده هعول على كابتن سامي قمصان وعلى كابتن سامي ابو حفيظ والجهاز المعاون ليا اللي كانوا موجودين من قبل كده. انا لسه جاي جديد، ما عنديش فكره عن اللاعبين المعارين بره، ما عنديش فكره هم مين، بس يمكن الوحيد اللي اعرفه هو المهاجم السابق وليد ازارو المغربي، لان كان في الاهلي لما كنا بنلعب معاهم كان قابلته، احنا لعبنا ضدهم مع سان داونز. فممكن دلوقتي انا عندي خيارات، عندي وليد ازارو وعندي بادجي وعندي مروان محسن في مركز راس الحربه، ممكن ابتدي اقيم وافاضل ما بينهم، بس لغايه لما اعرف اللاعبين المعارين مين انا لسه ما عنديش فكره عنهم. شكرا سيد موسوماني. المسؤوليه كبيره وطموحات النادي الاهلي بناكد انها لا تتوقف عند بطوله معينه. نستأذن حضراتكم نكتفي بهذا القدر من الأسئلة نظرا لضيق المساحة والإجراءات الاحترازية. ودلوقتي مع مراسم استلام تيشيرت النادي الأهلي الكابتن محسن صالح يتفضل إهداء تيشيرت النادي الأهلي للسيد بيتسو موسوماني. وبالتوفيق للسيد موسوماني في مهمته الجديده مع النادي الاهلي. شكرا لحضراتكم.